نعرض شوية صور انتي عاملاهم، اوكي بس احنا مش عايزين نعرف احنا الأمثلة، هنخمن بس احنا هنخمنها. اوكي اوكي طيب يلا نعمل ده دلوقتي. ده ايه ده؟ دي إيه؟ انا شفتها ما. شايل، هو شايل ده كيسه جواه ايه؟ اشياء تريح تريحك. ده شايل دماغك. صح انا صح، عشان بتريحك. انا كسبت. انا شايلها. لا يوسف هو اللي كسب. لا يوسف ما سمعتش. لا يوسف هو اللي ما سمعتش. لا يوسف قال لي هي لسه ما قايله. سمعتش يوسف خالص. طب خلاص ده ما يحصلش. نيكست. ده قلب مفتوح على قلبه مروح. على فكره ساره، لا ساره، ساره ساعدت نوره. لا لا يا ريتها لوحدها. لا لا انا قلتها لوحدي. لا انا قلتها لوحدي على قلبه مروح. خلاص اللي بعده اللي بعده. على فكره كده هيبقى في غش. خلاص نلغي الاثنين. ده يصطاد في ميه عكره. لا ده على المريخ. ده عايم في بحر الغدر. ايه؟ طيب ايه ده؟ دي عزومه مراكبيه. ايوه صح، المطبقه اهي. اوكي عزومه فاضيه صح. بس انا عايزه اقول لك ان هو فعلا انا لما حطيتها على انستجرام كده كنت بخلي الناس تجس، وجا فعلا ده هو عايم في بحر الغدر. الغدر. يعني حاسه كده. وبعدين الناس كانوا وشي. ده انا عارفه. أيوة. برافو. الناس اكلت وشي. برافو. أيوة. برافو. كلوا وشي. حرف بطن بطيخه صيفي. صح. ده عايم في العسل. نايم في العسل. نايم في العسل. شايفه برطمان العسل وانا نايم جواه. عامل من بنها. صح. عامل من بنها. ايه ده خلاص كده؟ لا انا عايزه اكمل لعب. انا عايزه اكمل. ايوه. لا حلوين جدا، وبصراحه انت رسمهم برضو بطريقه ظريفه يعني. طيب دول بيتعملوا تابلوهات والناس بتشتريها، ولا انت عملتيها كده جاست فور فان؟ هو سو فار يعني انا كنت ناويه البلان الاول كنت ان انا بس ببوست على السوشيال نتوركس بتاعتي وكده. بس لما لقيت بقى في تفاعل حلو معاها وكده، فال الستاف الجاي بقى ان شاء الله انا هيبقى في منهم برنتس، وقريب هيبقى في معرض برضه انا هيبقى في منهم عدد اكبر وكده. هتزودي امثال شعبيه. ده حلو قوي. ده في اللوحات فعلا او على المجات الحاجات دي. فانا عايزه بقى الناس تبعت لي سجشنز ان احتاج بقى. هبعت لك كتير قوي. يعني مثلا ده انا ممكن انا اعمله واخده بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. دي حلوه. ده انا بحبه. طيب يعني ايه بقى؟ معلش. نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. يعني دايما لما تقعدي تقولي ده انا هبقى بعمل كذا وهعمل كذا، يعني تقعدي تقولي وعود او حاجات ان انت ناويه تعمليها. أيوة. والناس مش مصدقاكي، فبتقول لك بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. يعني هنقعد ونشوف هتعملي ايه. اوكي.